وذهنه حاضر وقادر على التحصيل والنجاح. الصحة كويسة جدا، كل الكواكب متناغمة. لحد 11 اكتوبر هيحصل ضغط بسبب تأثير الكواكب، وهيتصور او هي عشان كده بنقول له خلي باله عشان هو عصبي، يهتم بقلبه. الحب صحته، الحب بالنسبه له ما بيبقى صحته العاطفيه كويسه، رغم ان الناس فاكره ان الاسد يعني قوي، لكن هو لما بيبقى عنده اتزان وصحه عاطفيه حلوه بينعكس ده جدا على صحته العامه. فلازم جدا ويحصل تناغم في الاسر. اوكي، ليه بقول كده؟ لان الاسره عنده ما كانتش مستقره من 2010 لحد 2016، فيها صراع وخناقات وهيصه. فلو ده قدر يعني الزوج او الزوجه قدروا يصمدوا لحد 2016 يبقى هيصمدوا السنه دي، لان الهيصه دي كلها بسبب كوكب اللي هيغير مكانه ويدخل 11 اكتوبر في بيت الاسره. ده بيت المشترى، هيدخل عنده بيت الاسره. فلو قدروا لو ما كانش في استقرار هيبقى في استقرار. يعني عارفه لما بيبقى في صراع وحد انا همشي انا مش عارف ايه، لو الخمس سنين دول فاتوا على وهما لسه صامدين يعني خلاص هانت لحد اكتوبر والدنيا هتبقى زي الفل. اللي جاي ايه؟ العذراء. العذراء انا العذراء وجوزي العذراء. وجوزي العذراء يعني احنا عندنا عذراء. مين مشاركني؟ برجي. برضه شويه حلوين يعني. مين؟ حلو قوي. اوكي. السنه 2016 كانت حلوه اساسا، دخل لكم كوكب الحظ المشترى من 2015 وسابكم في 11 سبتمبر 2016 ودخل الميزان. وده معناه انه دخل بيت المال، لان الميزان بالنسبه للعذراء بيت المال. فمن سنه 2015 لحد اكتوبر احنا في مرحله حلوه جدا من الحظ والمال. اللي فات اللي فات لحد لغايه 2016. ما انا عايزه اوضح حاجه. كوكب المشترى ده لما بيدخل اول عند اول برج بيبقى عنده 12 سنه تبقى لاكي محظوظه في قسم ما في الحياه. فاول سنه ما دخل كان في بيت النفس عندك، تاني سنه لما راح الميزان دلوقتي موجود في بيت المال، تالت سنه لما يمشي بالميزان ويروح العقرب هيبقى في بيت العلاقات العامه، رابع سنه لما يمشي هيبقى في بيت الاسره. فاقصد ان في 12 سنه من في كل قسم ما في الحياه لاكي. طيب هو السنه دي سنه المال بقى اللي جايه لهم؟ اللي هي في 17، اللي هي ابتدت من 11 من 11 اكتوبر 11 سبتمبر تخلص 11 اكتوبر. اوكي فالمال ده انا اللي هستلف منك بقى. ما نشوف لسه 17 مليون. ما تقعديش بقى تقولي لي بقى يا رب والله يجي بس وهديكي على طول. هيبقى في حتى لو ما فيش كاش الاصول هتزداد قيمتها. في اشياء كتيره الماديه هي اللي هيبقى فيها بوستنج يعني. خلاص الاسره فيها عدم استقرار، لان في زحمه، في ضغوط من الحياه، في دوشه، في هيصه كده في البيت، مفيش استقرار. كان يبدو البيت كانه مكان عمل ساقع ما فيهوش دفى الحب يعني، دفى البيت. يمكن الدنيا برد شويه. يمكن احتمال. لكن كلها كام شهر لما يتنقل ده، كل ده تاثير زحل. لما ينقل زحل مكانه ان شاء الله في ديسمبر الدنيا هتبقى ظريفة. هو الجميل في العذراء وكل ان هو شخصية متأقلمة، بيتأقلم. فهو صحيح متأقلم على الناس جاية ناس قاعدة ناس بتسافر، في دوشة، في دوشة، في مفيش، مش لاقي المود بتاعه. بس هو متأقلم. اوكي، فالدنيا هتظبط ان شاء الله في يعني بعد 2018 يعني، خلينا مطولين بالنا ل 2017. المال تاني في احد الوالدين بيدعم اصحاب برج العذراء ماليا جدا. ايه تاني يا ستي؟ الصحه هي اللي لازم اتكلم فيها بقى. استر استر يا رب. لا هو هو الصحه اصحاب برج العذراء عندهم مش يعني اوت اوف باور، لان زحل مأثر عليهم فبيتعبوا بسرعه. عايزين يناموا كتير، طاقتهم بتخلص بسرعه. وشهم بيبقى الناس تقول لهم مالكم شكلكم تعبان ليه وهم مش تعبانين؟ مش هم،
ده بسبب طاقه زحل، والصحه دي لازم عامله زحل ده عامل لازم نقول له السنه دي خلي باله من جهاز المناعه بتاعه ويخلي باله من جهازه العصبي، وكمان هو بقى سنسيتيف جدا لان الادرينالين عنده بيزيد، فالخوف والغضب بيعمل له دربكه جامده قوي، قلبه يعني ما كانش الاول كده، كان الاول قوي، ما بقاش يستحمل حد يعيط، ما بقاش يستحمل صوت عالي فبيجري، فالحاجات دي كلها بسبب زحل. فبننصحه بقى اما يحصل هيفضل موجود الحاجات دي لحد ديسمبر ان شاء الله، لما زحل يمشي من مكانه ويروح البرج اللي وراه 2018 هو هيمشي 10 11 ديسمبر. فالمفروض ان الفتره دي